دوزو دابا العصير. العصير تفضلي. الا بغاو يستعملوه يعني حتى في المناسبات يعني في خطبه او عرس يعني كيعطي كميه كبيره. عندنا كيلو ونص ديال جزر مسلوق مقطع ومسلوق، عندنا 500 غرام ديال السكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق يعني ممكن ينقصوا او يزيدوا. عندنا كيلو ديال البنان، عندنا نص كيلو ديال العصير ديال الحامض، يعني نص كيلو كنعصروه، كنشريو نص كيلو ديال الحامض وكنعصروه. عندنا لتر ديال العصير ديال الموز ديال العلبه، وعندنا حبه ديال الموز كنقطعوها اطراف. والماء على حسب كل اخت الكميه، يعني هو يا الا كثرنا 5 لتر، يعني بغات دير قل دير قل. كناخذوا هذاك الجزر ديالنا اللي كان مسلوق من قبل، كنطحنوه مع نص الكميه ديال السكر اللي عندنا ومع المونغ والعصير ديال المونغ. ثم كناخذوا هذاك الموز اللي عندنا كنطحنوه مع الكميه ديال العصير اللي عندنا باش ما يكحلش لينا، باش ما يتاكسدش، يبقى محافظ على اللون ديالو. وفي الاخير كنخلطوا العناصر كلها وكنبداو كنضيفوا في الماء على حسب القياس ديالنا. يعني ممكن يوصلوا القياس ديال 5 لتر، ممكن يديروا قل كما كنقولوا على حسب الثقل ديال اييه كيفاش بغاو، واش خفيف ثقيل بين وبين. اييه واش بغاوه ثقيل او بغاوه اييه على حسب هما اللي كيتحكموا فيه. يعني هذا العصير حتى هو اختي سناء كيبدا كيخرج كميه كبيره وفعلا كيزيد. الله يعطيك الصحة حنان، تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف بزاف على هاد الاقتراحات. منو ديال الضيافة متكاملة، وأكيد المستمعات إن شاء الله يطبقوا هاد الاقتراحات. الله يعطيك الصحة حنان أم دعاء من المحمدية، كنتمنى لك صباح مبروك وشكرا لك بزاف على المشاركة ديالك. بارك الله فيك. شكرا أختي سناء، الله يبارك فيك بارك الله فيك، وفرصة مقبلة إن شاء الله والمزيد من الاقتراحات إن شاء الله بإذن الله. بارك الله عليك، الله يبارك فيك.